جيجا متعفن 23 مليون هيلث ضد برايم ال رابتر ليفلو 600 وهيلثو 36 مليون. يا الله ليتس جو بيبي كمان مان انت روح من طريقنا. 3 مليون و 400 الف انت شو بتسوي جوا الدار؟ افتحها بسرعه ولك افتح ولك اصبر ولك اطلع جريفن جريفن. هلا والله فيكم فيديو جديد يا جماعة الخير، الحلقة الرابعة من سلسلة ارك برايم الفير. بهذا الفيديو يا جماعة الخير عندنا كثير شغلات راح نسويها، وقبل ما اسمعكم كالعادة صار سيد محمد افضل صوت سامي على يوتيوب، لايك لهذا الفيديو وكومنت حجي عيونكم، وخلونا اعرفكم على المنطقة الجديدة والبيت الجديد اللي بنيته. اللي متابع السلسلة طبعا من قبل راح يعرف انه بيتي انفجر بسبب دودو واحد تافه جاجة هدمت بيتي، تخيلوا انتم. فبنيت صور غاد بنيت صور اللي بيجي شكله بنات صور من كل النواحي مشان ولا اشي يدخل علي. حاليا انا وين بنيت حالي باخر الماب، شفتوا منطقة هيك سهلة وكويسة قلت خلنا ابني فيها. وهذا هو البيت البسيط، تيجي هون زي هيك لافتة كيرا هون، وعنا هون شوية ديكورات وشوية باب حديد. افتح الباب خلنا اعرفكم على البيت من جوا. البيت بيسك يعني بسيط جدا، شوية شغلات هون، خزاين على الشواي، الشواي هاي سفاحة تعمل 12 ب 12 ب 12 على طول 12 لحمه ورا بعض تشويهم. وخليت الطاولات كلياتهم جنب بعض يا جماعه، كلياتهم جنب بعض. في اهم شيء طاوله الديسكو هاي على اساس انها تنور بالليل، نشوف هسه اذا اجى الليل نشوف كيف تنور جوا الدار. وهاي الطاوله انا ما فهمت شو هي بس بتلزمنا بعدين، فقلت يا ولد ابنيها بطريقك. عندنا هون فرنين، ايش في بالفرن هذا هون قاعد؟ هذا بسوي لي جازولين اللي هو الزيت مع الثاتش. ما في ثاتش هون، خلصت كمية الثاتش شكلها. المهم الزيت والثاتش الزيت والهايد اللي هو الجلد والزيت بصنعوا معنا اللي هو الجازولين. ما لك اي فايدة هسه لانه ما في عندنا هايد هون فبنطفيك. والله هاي شايفين كيف بتنور، طلع كيف بتنور، والله بتنور بالبيت قاعدة امورها تمام يا جماعة. اوكي نطلع الطابق الثاني، سلم بسيط زي ما حكيت لكم، البيت كثير بسيط ولسه ما كمل اساسا، لسه البيت بده شغل. حلقة النار هي عبارة عن ضوء مش أكثر، شوفوا كيف بتنور بالبيت يعني وبالليل. تحت هون عندنا هاي الماكينة، ماكينة البيض، بتجيب الأنثى من أي ديناصور بدك إياه، مثلا طير إبكس طير ألفا، بتحطه جوا هاي وبصير يصنع لك بيض من الألفا، بيض من الإبكس مثلا. وزي هيك بدل ما إنه تجيب جوزين وتزوجهم أو إنه تحطهم برا ويقعدوا يفكسوا وتستنى، لا حالتك هلا لسه هاي الماكينة أحسن بكثير. عملنا هون جنريتر مولد طاقة، عملنا مولد طاقة وصلناه بسلاك كهرباء بالارض ومددناه لهون وعلى الكيبل هذا عشان يشغل عندي الثلاجتين. الثلاجتين بنحط فيها اللحوم، بنحط فيها البلود والشغلات اللي تنتهي صلاحيتها، تنتهي مدتها، بتعفن بتخرب. عندنا هذول الثلاجتين كمان نجي نكبس عليهم. اللي بدي اياه منهم هذول، شايفين هذه القطعة هي اسمها برايم ميت جيركي، لحم مشوي، لحم مميز برايم مشوي بس، جيركي ما عرفت شو معناها. المهم هذول القطعتين زي ما انتم شايفينهم بلزمونا مشان نصنع كبلات جديدة. وهي نفس الموضوع نفس السيرة. عندنا الفابريكيتر حكينا عنه بالحلقة الماضية أموره تمام. عندنا هون اشي اسمه اجروم، غرفة التبييض فوق اجروم شايفينها. اوكي بتفوت زي هيك. عملنا كونديشن هون بس لسه بدها ترتيب، طبعا لسه ما انتهت اصلا، زبالة موضوعها، لازم تتعدل الاير كونديشن هذا كله. المهم وصلناها بمحرك هون مولد طاقة مع شوية كهرباء سلاك عشان لما نشغل يشتغل الاير كونديشن معنا اللي هو الكونديشن هذا، تصير تطلع هواء ساخن وتفقس البيض. البيض ينفكس بهاي الطريقة. اطفي يا اخوي اطفي ازعجة اهلنا. اجى الليل يا جماعة الخير، انا ليش قاعد بصور بالليل والله ما انا عارف، بس يلا مقدمة جميلة ليلية مسائية هاي تعتبر. هول الشت البيت مولع لانه حديد فبيعكس ضوء النار اللي على الشعلات هاي اتوقع، فالبيت بتلاقيه منور. نستنى نهار واجيكم. انت شو بتسوي جوا الدار؟ افتح الباب بسرعة ولك افتح ولك اصبر ولك اطلع جريفن جريفن. استنى اركب. مش فاهم انا شو بسوي رابطر جوا الدار، انا مش فاهم، انا بستنى الشمس يا جماعه الخير لقيته فايت علي جوا الدار. والله انه رعبني، والله انه رعبني الحيوان الكلب، والله الا انشرك نشر. انا عامل منشار بالعمدا، هي منشار بيعطيني شغلات كويسة، أنت بالذات بحلل التحليل. يخرب بيتك ما أجحشك، في إشي ثاني فات جوا؟ ما في صح؟
سكر سكر الباب، سكر الباب ما يفتحش نهائيا. تعال جريفن خليني اكملكم افرجيكم هاي البيت بنهار. شفت البيت؟ مزرعة هون خفيفة لطيفة. مش مستوعب اللي صار هسه ابدا، والله اني تفاجأت فيه ان هذا تبع الفيديو الماضي نفسه. قدرت اني الحمد لله هذا نجا، يعني ما مات الحمد لله من الانفجار، ومزرعة بسيطة سريعة هيك جرين هاوس على الشغلات الزاكية. المهم يا جماعة مهمتنا اليوم بسيطة، شفت كومنت من احد المتابعين، شكرا لك على الكومنت يا اخوي. الكومنت بيحكي انه في روض جيجا وبعد الجيجا احوله لاشي متعفن، فهذا اشي شكله بيكون اسطوري ودمجه كثير عالي. فانا حاليا وظيفتنا ندور على جريفن نروضه ونخليه متعفن. يب هسه حاليا انا برنامج السيرش اللي هو عندي اللي هو هذا الاشي الغبي، لانه غبي انا بحكي لك ليش غبي، غبي لانه ما بيعطيني كل الديناصورات اللي بالماب. يعني تجي تكتب انت هون جيجا ما بعطيك انه ما في ولا اي جيجا مرسبن، بس فعليا بيكون في جيجا مرسبن. اللي راح يصير هسه راح امشي بالجريفن كل كم متر ادور على جريفن، ادور على جيجا، وعبين ما يطلع لي جيجا اروضه. تمام بس انا محتار هسه حاليا اروض الفا ولا ابيكس. روضت انا هذا الجريفن الالفا هذا شايفينه معاي مشان التنقل هيك كثير سريع، في حركه الكاميكازي اللي ما بيعرف طبعا لهي الحركه جدا سريعه وفخمه. فحاب اني اروض ابيكس بصراحه مش الفا. خلص خلينا نطلع من موضوع الالفا، تير الالفا نطلع منه على الاخر ونبلش بالابيكس. يا جماعه الخير انا خلينا نعمل سباي جلاس بالاول عشان نشوف في صوت تحتي. ابيكس ان دومينس ريكس، بس ليش قاعد بنزل هلته هيك؟ ميتال جاش، شو الميتال جاش؟ في اشي حديد بيضرب فيه؟ لا 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 يا حيوانات، كنت بحلل وباخذه انا. انا اول مره بشوف منه ابيكس بصراحه، دائما بشوف انه الفا، بس هذول الكلاب النور ابيكس رابطه. هولي شيت قديش ليفله هذا؟ دمه 100,000 باك ليدر. لا خلص نسونا منه، انسى بسحب عليه. نرجع موضوع الجيجا، ندور هون في جيجا على السريع. يا رب يطلع لكم في جيجا. بليز مان نو كرياتشر فاوند، ما في اي مخلوق وجد. خلينا ندور لقدام شوي معناته الا ما نلاقي جيجا. هذا اللي بعرفه انا، هذا الفا اندومينيوس ريكس فيميل. بما انه فيميل المفروض يكون في ايش النغمه هاي الموسيقى طلعت؟ ايش الموسيقى هاي؟ ايش هذا؟ الفا رابتر 36 مليون؟ 36 مليون؟ دقيقة وين؟ يا جماعة مش عارف اجيبه بصراحة، وينه؟ هذا اتوقع انه لا اصبر، 36 مليون والله. هذا ايش بدك حبيبي؟ روح اقلب وجهك. ابيكس اندومينيس، لا مش جيجا هذا، ابيكس اندومينيس. والله الابيكسات كثار. بلاقي عندك بيضة يا اخوي، مع انك قاعد ترسبن بطريقة مش طبيعية. بدنا بيضتك. لازم هذا راح احفظ مكانه، ضروري. انه إذا لقينا البيضة بيكون ابيكس بيكون اسطوري يا جماعة. خلينا نشوف مرة ثانية ندور على جيجا. هات يا شباب وين بيكون الجيجا؟ المفروض انه الجيجا بهاي المنطقة قريب مني على الأقل. ايش هذا؟ هذا اندومينيوس ابيكس جيجا، حلو. ليفله 400 قديش؟ 421. التربة تبعه 2,600,000، والله متخزق. في غيرك هون؟ استنى شوي على ما يرضى. ما في غيرك معك؟ أو أتوقع يمكن يكون في جنبه أكثر من واحد، بس أنا بشوفه مناسب صراحة. ميزة جريفن طبعا انه انت بتقدر تطلق وتستخدم الاسلحة وانت فوق تطلق عليه، يعني وانت مرة اشوف التوبر قديش 30,000. هولي شيت مش نازل عن الجريفن. انا ما بنزل عن الجريفن، انا ما راح انزل ماشي. شكون يكون بعلمك يعني انت؟ انا ما بنزل عن الجريفن. لو شو ما بضل. ايش هذا تنين؟ تنين ايش هذا؟ شو اسمه هذا التنين؟ دودو ويفرن. السلام عليكم، لف وارجع. بيسك بوس كيبل. والله بوس هذا. تعال يا حبيبي احنا خلينا موضوعنا. طير بلقي طير فوق. 500,000 وصلنا، والله ايزي. لا انا بنزل تحت قاعد. اوكي ايزي واي، هدي لي حالك. ريكسو انت الي. والله قاعد اطخ وانا مش شايف، بس يلا ماشي. هذا راس الجريفن يا جماعه، اكبر من مستقبلي اقسم بالله. نعمل زي هيك نشوف وين احنا، شو اللي صار علينا. هيو هون. اوكي تعال كمان مان. سيب. هذا الشيء. لا ريلود طيب خليه كمل ريلود. بس اهدى جريفن، اهدى شوي. شوف ايوه قدام شوي. التنين قريب يا جماعه. هذا البوس قريب والله. اذا اجى هذا ليموت الجريفن اللي معاي، هذا فيبل. ليموت الجريفن اللي معاي واكل هوا. اذا مات الجريفن خلاص انا انتهيت رسميا بشكل كامل، لانه هو الستر علينا الجريفن حاليا. اوكي
اوكي والله قدر يطلع هذا. يا من هو بيعره شرد شرد لا تشرد. ايوه خليك هيك زلمه ووقف راح ينام راح ينام شباب راح ينام. بلش يشرد. لا تشرد لا تشرد لا 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 مش عند التنين. لا تروح عند التنين صديق. لا 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 منطقة التنين ابعد عنها. انا والله علي مناطق بصراحة كل مرة بختار منطقة حلوين. هاي هاي مان ابكس جيجا 120 ما شاء الله. هذا متى رسما؟ كيف رسما؟ معقول يا جماعة الخير انه اذا بنزل 7 كبل بده؟ انا عامل 11 او 17 كأنه او 15 زي هيك. اذا بنزل شو في حواليه؟ شو في حواليه؟ ايش هذا رابتر؟ والله رابتر والله الفا رابتر كمان مش اي رابتر كمان. طيب عشان نفضل المنطقة لازم نعمل هاي الحركة نحن. بس لا والله الرابتر لا لا الرابتر مصيبة. طيب راح اطخ عليهم من بعيد انا. تعالي جاي. بقدر اروضه؟ والله حلوين وقع. هاي الشتمة. لا 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 بياكل الجيجا؟ والله بأ 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 باكل قلبه قلبه بياكل. والله باكل جيجا قاعد. ولا ولا حيوان يا حيوان صار لي ساعة صار لي ساعة انا الرابترات بكرهها. تعال تعال. اقعد عاد. ايوه سيت داون بويز. امشي الجيجا الثاني ما يهجم علينا. افصل لي هاي. خليك بعيد. ننزل. يا ليل كمان رابتر. دقيقة يا جماعة دقيقة دقيقة خلنا نايم على السريع انه ما بقدر اقتله هسه ما معي شوت جن. راح انيمهم للشباب الطيبة. توكل على الله حبيبي. طيب الجيجا بعيد. الجيجا والله مش بعيد قريب. بس انا لازم اني انزل اطعميه للجيجا النايم تبعنا الحلو. تعال يا حبيبي تعال. امسك 7 كبل ولا 4 17 معي انا اليوم. حط له زي هيك وحط له تبعت التجويع خليه يجوع مشان ياكل على السريع وقوم لي بسرعة. خلينا نجي عند الجريفن بلاش يصير اشي مش حاسبين حسابه زي قبل شوي. رسبا جوا الدار الرابتر كيف ما بعرف انا يا اخوي شو بصير معك. حلو 49 والله بيقوم يا جماعة حلوين. انت اوعى تقرب اوعى تقرب اشوف منظرك. يا هلا والله يا هلا حلوين. تعال 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 سريع على البيت دليفري على البيت بسرعة. انت اهدى تتحركش. تعال يا ايها الابكس جيجا انزل. بقدر اركب دقيقة خليني اشوف بقدر اركب. معقول اركب زي الجريفن بدون سدل؟ لا ما بصير. نروح نسوي سدل على السريع ونرجع له لهذا الجيجا الجميل. والله يا جماعة انه جحش والله انه جحش والله. ولكن شو هذا حجمه حجمه هائل حجمه هائل حجمه عائلي عائلي رسمي يعني بتاخذه بتشويه انت وبتعشي الحارة كلها فيه. نيجي هون اتوقع لانه ابكس بدنا البرايم الاسميتي مش الاسميتي العادية. ابكس جيجا اوكي ممكن نصنع واحد. شو متطلباته؟ 1250 ابكس هايد فيبر 450 متل. والله يعني والله حلوين صنعته مع اني كنت اشك انا انه بالنسبة للحديد ما عندي اتوقع كمية كبيرة فبنضطر انه نجمع حديد شوي ونحرق عشان يطلع لنا حديد. اوكي يا جماعة نيجي هون نركب له على السدل ونعطيه الامبرنت. هاي هاي بتهيله وبتعطيه امبرنت بتزيد قوته. هولي تمزح الرقم اللي شفته انا صح 27 مليون 23 مليون دمه يا جماعة دمه كثير عالي. اوكي اركب اشوف. لا اركب قلت انا. لا في فرق ما بين اركب وشوف. ايوه يا ويلي يا ويلي اكبر من البيت اضخم من البيت يا جماعة. شوف شوف شوفوا يعني اذا في 4-5 منه حوالين البيت انا بختفي من البيت خلص بنتهي موضوعي. زاد ليفلو. والله انا مش راح ازيد هيلث نهائيا. 23 مليون كثير كفاية فراح ازيد دمج. يا ترى هذا الابكس قديش دمجه؟ تعالوا خلونا نشوف عملية تجريب الدمج يا جماعة الخير. خلينا نشوف 126 الف حلوين. آلة دمار هاي يا جماعة آلة دمار وماشي بالماب يعني انا فيش حيوان قدامي. طلع 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 اخبر روح. صقور حيوانات نسور بيوض اسماك اعشاب اخشاب كل اشي قدامي بنخبز قاعد يعني. احنا هسه هيك سوينا اول مهمة معانا اللي هي ترويض الجيجا وما روضنا اي جيجا روضنا الابكس جيجا الاقوى 23 مليون. والله انا خاف عقلي لحد هسه. تعال هنضبه ونروح نشوف المهمة الثانية. دقيقة في مع اغراض هون ولا اشي بلزمني منهم. نروح على البيت نروح على البيت الاول. طيب يا جماعة هسه حاليا بدنا ندور على كائنات متعفنة او انه مش عارف اذا المعنى صحيح متعفنة او انه مش عارف كيف اوصف لكم. المهم معفنة فاشلة يعني فهاي الكائنات بتعطينا جزء او بتعطينا قطعة ايتم بتخلينا نصنع اشي ثاني كمان ايتم عشان نخلي هذا الجيجا اللي معانا متعفن. فهمتوا علي الفكرة كيف؟ ما فهمتوش علي؟ تعالوا خلونا نطبق عملي.
مطبق عملي شخصي. خلينا ندور نحن بس بالماب، ما اظن يطلع لي من اولها بصراحه. ما في عندي هون مخلوقات يعني. ايش هذا الميجالودون شفته ايبكس؟ انا هذا الميجالودون شفته ايبكس، والله ايبكس، مع انه معنا جريفن. خلونا نصيده لانه بدنا كائن بحري بفيدنا زياده على اللزوم، زياده على اللزوم. فانا بدي اروض هذا الاشي ضروري كثير، بس انا راس الجريفن مش شايفنه. حلوين والله، نقدر يا جماعه. 200,000 اموره طيبه. تعال، لا لا تروح بعيد، لا تروح بعيد، لا تروح بعيد، لا تروح بعيد. ميجالودون حلوين، نام. ايش هذا الكائن؟ كربتد، يا سلام. هذا الكربتد اللي احنا بدنا اياه، اللي هو متعفن، ناخذ منه الجزيئات هذيك. بس نحن ما بنقدر نفايت معاه بالجريفن هذا، ما بنقدر نقتله. دمه 37,000 ودمجي انا اشوف الجريفن قديش. 300، ياه بيقعد سنتين. لا لا طير انت اخوي، عم ما اروض انا الميجالودون وبلحقك ان شاء الله بالجيجا. بس اصبر علي شوي. كم كبل بده؟ 5. انا معي 5، معي 5، معي علبة التجويع كمان، ما حدا يهجم علينا من مائي. تعال معلم، تعال. ايه 5 كبل، هي 5 كبل، 5 كبلات. والله راحوا الكبلات الابكسات اللي عندي. الروضه زي هيك حلوين، يس حلوين. صرنا كائن بحر فخم. اوكي يا سميته اسات، بقدر اركب بدون سدد صح؟ اتوقع الميجالودون. هاي مان تمزح، كمان بدك سدد؟ خلص تعال تعال، بعدين بنعمل لك سدد، نعمل لك سدد بعدين، ولا نجربه هسه؟ لا خلينا تعال تحكي، نروح نجربه هسه. تعال تعال نعمل له سدد، بس ان شاء الله انه يكون عن... والله بيطلبوا متطلبات يعني عالية شوي. هذول ايش هذول؟ هذول مين؟ ولاد مين انتم شباب؟ مش مأثرين علينا، الفيات مش مأثرين علينا، خليهم عادي يسرحوا ويمرحوا جنب البيت، الساحة كبيرة واهلا وسهلا بالجميع ما شاء الله. نيجي هون برايمال سميثي، نيجي نكتب هون ايبكس مي، لا مش هيك يعني، مي جالادون اتوقع انه واحد فيكم. ايبكس مي جالادون، اوكي 770 هاي، والله اخف. قديش؟ 2157 سميثي، اه طبعا تمام خلص. ايبكس هايد، ما معناش ايبكس هايد، ما معنى ايبكس هايد، لازم نروح نقتل كائنات ايبكس. اي مان خلص نقتل بعدين، مالناش نصيب نركب الميجالودون. عموما خلينا نروح هسا نقتل الكربتد اللي شفناه، البترودون الكربتد اللي هو المتعفن، عشان احنا نقدر نعفن الجيجا اللي عندنا. بس وين راح؟ هيا هيا هيا، بس خليك مكانك، خليك مكانك. اوه لمالي جريفن، والله الجريفن سفاح. انزل، لا تتحرك من مكانك. ضربة واحدة انتهى موضوعك، ضربة ثانية اعطانا، اعطانا والله ما اعطانا اشي يا جماعة الخير، ما اعطانا بس اسمه فيبل دا. اه يا جماعة هذا مش هو، مش هو هذاك، هو عليه كبير. مياو تعال تعال تعال، وين بتطيب؟ اول مرة اشوف واحد بيطير لتحت. ايوه والله اعطانا شغلات اسطورية كمان. اوه ايش الشغلات كلها هاي؟ حلو اعطانا 12 حبة منه، ممتاز ممتاز يا جماعة. هذا بدنا اياه طبعا، الطلب كله بدي اياه، هذا كله بدي اياه، وهذا بدي اياه. ارمر 900 اعطاني، ممتاز ممتاز. قديش قديش الارمر؟ شو هذا 800؟ لا مش ممتاز، خلص كبه ما بدي اياه. هاي تعال يا عصاي بدي اياك. هذا المسدس، الشوت جن، الشوت جن والله اسطوري يا جماعه الخير. وهاي كل ادوات كان لازم اعمل زي هيك وريحت راسي على فكره. اوكي بدنا كائنات كروبتد هسه، لقينا واحد واعطانا 12 اتوقع القطعه. قديش بدها هي ترى؟ ناسي انا، اشوف بالله هون نكتب كربتت لانه متعفن. هيها ار ار، هيها الوحده بدها 20 من هذا الاشي، واليمنت دست 5 ورير مشروم، كله عندنا الا الكربتت، كله عندنا. معنا 11 حبه او 12، نضب الجريفن، نضب الجيجا ونادي جريفن. قرفون قرفون، كمان مان كمان. والله لازمني طلق للسنايبر، ما معيش طلق. طبعا صنعت السنايبر هاي من البرايمال سميثي، واتوقع لا اتوقع صنعتها من الفابريكيتر اللي بتنعمل المصنع اللي فوق شفناه، وبعدين بتوديها على البرايمال سميثي وبتصنع هاي، هاي لانه اقوى. فهسه حاليا لازم نكتب كوربتد، نعمل زي سيرش كيف تنكتب كوربتد. هات عاد من كثر ما الانجليزي عندي ضارب، سي او ار ار، يا رب الاقي ده. مان مان هذا الرادار هذا زباله يا جماعه الخير، والله العظيم ظلم هيك، والله ظلم. اقعد عاد دور عاد بالماب هون هيك، هيك كان في واحد هون، المفروض انه يكون في معاه كمان واحد على الاقل، المفروض واحد خفيف لطيف. انت ايش فيبلد؟ ما بدنا فيبلد، ما بلزمنا. خلينا نسرع شوي بالجريفن. انت ايش؟ يا سلام يا سلام يا اثنين بس. انزل انزل جيجا، انزل بسرعه 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 بسرعه. اوكي مان اطلع لي هون، تعالوا لي، لا تطير لا تطير. ايوه تعال تعال، مسكتك ثاني جوا هون متخبي. تعال لي، وين متخبي؟ وين يا وين يا حزين وين؟ اوكي قد ايش صار معانا؟ طلعوا فيبل
لا والله ما طلعوا فيبلد. انا بذات نفسي شايفهم كوربتد، يعني ما اعطوني افهم. 20 نقطة معاي ميلي دمج، يلا زيد كله على الميلي دمج، كله ميلي دمج. طب ليش ما اعطوني؟ خلينا نشربوا هاي، هاي بتعطي اكس بي لفلات كأنه. 24 24 جماعة، صار الدمج 2000 2100. قديش دمجه صار؟ قديش دمجه؟ تعال 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 نشوف دمجه، تعال نشوف دمج الجيجا ابيكس جيجا. هاي هون السمك، السمك هذا اشوف. وال 340000. اوه قال الدمار وماشي بالمار زي ما كنت احكي لكم. هسه اتوقع ما فيش ولا بص بيقدر علي، المفروض يعني المفروض ما بدي هايط واجيب العيد. انت كوربتد، انت فيبل، بس تعال بقتلك لانه انا محتاج الهايد تبعك. يا جماعة يا جماعة والله ظلم اللي بصير قاعد. هات كل اغراضك، خذ اللحم. بديش اللحم، انا شو بدي فيه اللحم؟ هاي اللحم هيك يا جماعة، والله يا حرام ظلم هيك. قتلت اثنين كوربتد وما اعطاني اشي. تعال يا جريفن، ايش كنا بنحنا نعمل هيك كور؟ قول الله يسامحك ويهديك. نصنع واحدة، حلو صنعنا واحدة، حلوين. تعال يا جاي، حان الوقت يا جماعة الخير حتى نخلي هذا الجيجا متعفن. خلينا نشوف وين راحت، حطها جواته، نعملها زي هيك يوز. يا الله ايش بصير هسه؟ تعفن ولا تعفن ولا لسه؟ شو اللي صار؟ ما صار شيء. انا شايف لسه دمه 23 مليون. شو تغير دمجه؟ يعني كان 430000، خلص هيك انتهت الموضوع. لا يا جماعه نفس الدمج ما تغير شيء. اذا نزلت هيك الناس دي راح اموت شكلي انا. يا لازم نلاقي لك سلم انت عشان نطلع فوقك، ولا عليك. حط هون. ايش اللي صار يا جماعه؟ فوت على الانفنتوري دقيقه. لا خلص انا فوقك، انا وانا راكب عليك بدي اشتغل. لسه يا جماعه زي ما هي. ايوه ترى هيك الموضوع، احطه جوا جوا الديناصور اعمل ايش؟ كوربت دينو. اوكي يا هلا والله، يا هلا والله الصرخه. اوه هو اللي تحول، فكرت انه بس تستنسخوه. دام الشكل يا ويلي، شوف شكله يا جماعه، والله انه الشكل لحاله سفاح. عشان بعرف اصفر بس. طلع طلع طلع، تعرفون كيف صار؟ تعال خلونا نجربه هسه. تعال لي جاي مان. وين السدل؟ لا تمزح تمزح، راح السدل لما حولته. والله هي بتمزح معي انت اكيد، يعني يعني مسحك ثقيل بصراحه، لانه انا ما اظن انه عندي هايد ابيكس هايد تحديدا، ما اظن اني عندي. فانا كيف هسه بدي اصنعه؟ ازاي ازاي؟ خلينا نجي هون نحن زي هيك، نكتب ابيكس جيجا 1250 وحده. والله كثير، والله كنت عارف انه ما عندنا هايد، والله عارف. اروح اجمع هايد. والله شوف يا صاحبي انا بدي اروضك، بس انت الوحيد اللي لقيتك ابيكس حوالي قريب علي عشان اجمع هايد. ف بعطيها شوية هيك جيجا. لا 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 مش مشكلة مش مشكلة. كمان وين ال الجريفن الجيجا؟ هاي في. اي تعال تعال لي انزل، بدي اياك تكتسح الساحة كاملة. ما في مساحة بتكفي. لا هي نزل والله. اوه الانيميشن الدخلة كيف شفتوها؟ والله فخمة طلعت، انا ما كنت بعرف انه هيك. تعال جاي لحد هسه احنا ما جربنا ندمجه. بدي هايد، اهجم على هذا الشيء اشوف دمجه قديش راح يكون. لمان دقيقة، الرقم هذا مظبوط؟ دقيقة لا بالله عليك لا تموت. الحمد لله ما موتت، معلش من الصدمة. 2 مليون و100 ألف. 2 مليون الدمج، 2 مليون. لازم اركب هذا الاشي انا. تعال تعال، اعطانا الابكس هايد، هو اعطانا الابكس هايد. دقيقة خلينا نشيك، لما قتلنا هذا الاشي اندومينكس ولا ابصر شو اسمه، اعطتنا هايد، اعطانا 397 ابكس هايد. حلوين، بنكمل على هذا المنوال. على ما ننتبخ الحديد نشوف نقدر نصنع ابكس ميجالدون. ميجالدون هذا الاشي نقدر نصنعه. اسمنتي ممتاز ممتاز، اتوقع انه نقدر والله والله نقدر. مش متعلمه، راح اجي اتعلمه من هون معناته. اللي هو ابيكس ميجالدون السدل هي 18 نقطة. اوكي مان حلوين، راح نركب البحري ابيكس ميجالدون. قلت على بال ما بدل ما نضيع وقت نحن، فبنستغل الشيء هذا وبنشوف السفاح الجديد اللي معانا.
اللي هو القرش الصدناه يا جماعة، سمك القرش الصدناه نحن، اللي هو رقم 9. هذا هو، خلينا نحطه بالمي بالأول وننزل نعمل رحلة بالمي. ما بترص من هون، اوكي لازم انزل شوي لتحت، ارميه هون، ما يرص من هون، انا خايف اني اموت من هذول. بليز، حلو حلو حلو، تعال نعطيك السدل، هاي السدل تبعك اخوي، اركب سريع. حلوين، هاي اجاني والله اجاني الهطف. تعال 11000 دمجه كويس مبدئيا، 11000 شيء مش عاطل ابدا. بس انا شفت لفتني لونه، شوفوا لونه ما اجمل يا جماعه، رهيب رهيب. كيف راكب انا؟ منسدح فوق وسدح. طيب نشوف شو في عندنا سكلات هون نضيفها. هيلثو 1,400,000، الدمج 2900 الدمج. نعطيه الامبرنت نطوره، اشوف صار 1,700,000 الدمج، 3000 بس انا راح ازيد كله دمج، كله دمج، لانه بالبحر في مخاطر كثير انا سمعت وشفت بقناه يوتيوب كانه. بس نشوف الدم، 1,120 يا جماعه لحمه، 26,000 دمجه كثير سيء، مش زي 2 مليون هذاك، الجيجا 2 مليون وشوي، انا بطلت اتعب عيني هالارقام بصراحه ابدا. نمشي شوي بالبحر، تعال خلينا نشوف في مخلوقات ممكن انه نقتلها. تعال تعال تعال، انتم بتعطوا زيت كانه يا شباب، انا مش عارف ارجع شباب، خلينا الف زي هيك، هيك اللف، اوكي اول مره بسوق سمك قرش، اوكي. بدي افنش هذول، هذول شو بعطوا هذول؟ تذكر بس فش؟ ليش بعطوا بس فش؟ انه لحم سمك بس مش اكثر، شفتهم كانوا يعطوا شغلات غير هيك. شايفين بس لحم سمك بعطوا، اوكي؟ يا زلمه اقعد، تعال تعال تعال، بدك تتفايت معي، ما ننسى الاكسجين تبعي، انا اكسجيني قليل اتوقع. اطلع فوق، اطلع فوق، اكسجيني انا وين اكسجيني؟ اكسجيني اللي فوق اتوقع اللي هو للقرش. لا القرش ما له اكسجين لانه مخلوق مائي اساسا. انا الاكسجين، هي الاكسجين تحت، هي شايفينه او 2 مكتوب عليه، عشان اذا نقص كثير اطلع على طول اقعد اتنفس. بق في سمعت انه انا بقدر اصنع اصلا عده سباحه او شيء زي عده غوص مش سباحه. حلوين، عايزين نجد بخلق الله جميعا. تعال تعال كل المخلوقات قاعدين نجد فيها. 111 ابكس بلود، حلوين اخذنا بلود، بلود ابكس كمان حلوين، راح نحتاجه كمان. في شيء تحتهم غريب كانه شفته، ايش هذا؟ ميجالودون، ابكس ميجالودون، حلو تعال خلينا نقتلك سريع. والله هذا هيلثو عالي، 100,000 هيلثو، ودمجي انا 26,000 بس، فباخذ له كم عضه زياده، كم قضمه، القليل من القدمات، الكدمات. ايش صار عندنا هون؟ والله شوية دروع شوية شغلات و216، زيدي زيدي الدمج. دمج ابدا مش مقنع نهائيا. اوكي. المفروض انه هسه نط ال 30,000 الدمج، اشوف. 43,000 حلوين، هسه هيك صار اهون بلا، اخف شوي. بقدر انزل انا هون. الاكسجين يا حاتم لا تنسى الاكسجين، اوكي تعال انت، بقدر اكسر هذا الاشي من تحت البحر. ايش ايش؟ مين قاعد تدمج انت؟ مين قاعد تقتله ولا؟ طيب هذا الاشي ما بقدر اني اكسره نهائيا، نهائيا ما بقدر اكسره. فكرت في ايتمات زياده بالبحر ممكن تكون. هون زي هيك ما فيش مجال للرحمه يا جماعه. ميجالدون هسه هيك صار عندنا تنقل بحري، نقدر نتنقل فيه على الاخر. بس بقدر اجيب هذا الطير قلتكم. لا والله كنت قريب، والله واقف قريب وبقدرش اجيبه. هاي مان مان، ما علينا، خلينا نرجع ونجيب اللحم قبل، عفوا الحديد. والله لازم نطور الموفمنت سبيد نحن بدل الدمج على فكره، لانه بدنا سرعه بالمي. اما هيك بصراحه الوضع بيخزي وبعر، بس مش مشكله، مقبول مقبول، مش سيء مش سيء. تعال انت طريقنا يا اخي، والله بطريقي انا اسف، بس عشان دلفله. كيف بقدر الفل الديناصورات بطريقه اسرع من هيك؟ شو الطريقة اللي بتلفل فيها الديناصورات؟ أنا مش عارف، عشان أجيب نقاط أكثر وأسرع. موفمنت سبيد هون، أوكي حلوين. تعال أنت، أنا وين رايح؟ هاي البيت غاد، والله رايح مكان غريب عجيب. ما علينا، نصف هذا هون، خليك أنت هون ماشي، ونقول له إيش؟ نقول له خليك نيتشر، تعال هون بيهيفر أتاك يور تارجت، لا خليك نيتشر، اللي بهجم عليك أهجم عليه، لأنه أنا ما بدي أقعد أطارد وراك، هذا إذا سبح لجوا المي بزيادة انا ما راح اعرف اجيبه. لا في جريفن، صحيح في جريفن، خلاص روح اصرح وامرح بالمي يا اخوي. والله دين منظره خرافي يا جماعه، ترى طلع لونه ما اجمله، اسود واحمر غامق. حلوين، يا رب نكون طبخ الحديد مشان نصنع سدل لهذا البني ادم. ضروري حديد يعني السدل ضروري تحطه. دقيقه مش شلون، شوف شو صار معنا بالفرن. يا ايها الفرن السلام عليكم. 17، لسه بدنا شوي، بدنا شوي يا جماعه الخير، لسه بدنا كمان حبتين زياده.
خلينا نتأكد بس. ابيكس جيجا يا جماعة، يلا يلا اشوف ليش ضايلنا. حلوين والله، قدر اصنعه. يا سلام، يكون هذا مش شو ابيكس جيجا، والله شكله ابيكس جيجا. ابيكس جيجا تعال خلينا نشوف هسه. انا نفسي اركب عليه يا جماعة. 2 مليون دمج، متخيلين؟ في بوستات هيلثها 400 مليون 700 مليون. ولمان وركبنا يا جماعة، ركبنا. تعال في بيت بدون معلق هون، بقدر اصيبه. لازم نمر الحيط، خلاص بعدين بعدين. المهم تعالوا، بدي نطلع رحلة، رحلة على بوستات، على الديمونيك وما الديمونيك والشغلات هاي. خلينا نطلع على الجبل فوق، فوق عندي تنانين. بتذكر كان في رابتر انا خايف منه، رابتر هيلثه كثير عالي. مش هذول، لا مو من هذول. هو ايش هذا؟ والله ديمونيك 1,900,000. والله حلو، بس ما بقدر اني اروضه. ما راح اقتله مشان ما يضيع، لانه اذا راح هسه ما بعرف ارجع الجيم مره ثانيه. فخليه قاعد يسرح ويمرح عشان بس اوصل الديمونيك نروضه على طول. اول واحد على طول، خلينا نتذكر مكانه جنب البيت، هو قريب. في رابتر، الرابتر هذا كان كثير قوي اتوقع. دمه 300 مليون او 37 مليون، مش متذكر بالضبط. هذا ايش هذا؟ هذا هو الرابتر؟ لا هذا تك رابتر 520، زبالة هذا، سونا منه. هون بتذكر كان البوس هذا الرابتر، كانت تطلع موسيقى حتى هون كأنه. يب يب، هذا هو، هذا هو برايمال رابتر، برايمال رابتر يا جماعة. اوكي حان الوقت. جيجا متعفن، 23 مليون هيلث ضد برايمال رابتر ليفلو 600 وهيلثه 36 مليون. يا الله، ليتس جو بيبي، كمان مان، انت روح من طريقنا. 3,400,000. تعال يا رابتر، تعال ولك ابيدك ابادة، تعال. مش قادر يوصلني، اشوف والله قديش تدمج. تعال وين راح؟ 3000 دمجات. بتضل لبكره الصبح. اخبز اخبز، هبلع 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 هبلع. والله اعطانا شغلات كثير. وين نزلوا هاي الشغلات؟ هاي مون كمان، برايمال سول كمان مره، انا ما بعرف هاي. اتوقع بتهيل فيها ال، خلينا نزيد الهيلث شوي، بتهيل فيها هاي ال. والله لاني قرات عنها بس اول مره بجربها. قرات اللي هو البيو تبعها، بيكون مكتوب هون بيو، هاي هيلث بوشن ابصر شو 20% اوف يور ماكس هيلث بير سكند اوفر، يعني بضل يلف، بضل يهيل 60 ثانيه 60 ثانيه هيل. اعطانا والله شغلات اسطوريه يا جماعه. هذا بس نرجع على البيت ان شاء الله بنفهم بنتفاهم عليهم. خلينا ننزل نشوفه بنقدر نحلله ولا خبزه، خبزته خلاص. الله لا يعطيه هداك عافيه. انت على فكره قال الدمار ماشي بالماب، نزلنا اشي؟ ما في شنطه، ما في اشي نزلنا اياه، بس هيك خلاص. ولا هذا هو، هذا هو معقول؟ اشوف، نفتح الشنطه نشوف شو قصتها. بس هذا هو، هذا هو. بتحكي لنا قديش الوضع عندك انت؟ 15,000. تعال تعال 250. عندي اقوى منه، لا خلاص طلعت اقوى منه. اعطينا البوشن هذا والسم، خلاص خلي السهم لك. السهم انا ما بستخدمه بصراحه، انه سمعت انه في سهم صحيح طلقه واحده على طول ينام الديناصور، على طول ينام بس بسهم واحد، تخيلوا. هذا ان شاء الله الحلقه الجايه راح نشوف موضوع شو قصته ونجربه. نرجع نكمل تخبيز. تعال يا اندومينكس، قلت لي اندومينكس ولا صار شو. تعال تعال تغلبش حالك ولا تغلبني. لا تهايت يا زلمه، لا تهايت يا زلمه، تقعد تصرخ. انت بدك تصرخ؟ افرجيك الصرخه على طولها. اسمع، سمعت؟ انت اصلا ميت، كيف كيف بدك تسمع اصلا؟ لا تكمل، لا تكمل عليه. جيجا الله لا الله يعطيك عافيه. انا كنت بدي في اشي، في اشي غلط قاعد بصير ورا، في هزه ارضيه، هزه مش بالعقل. انا كنت بدي افرمه بالمنشار بس اعطانا والله. لمان برايمال، برايمال هايد، ما عندي برايمال هايد انا، هذا برايمال بلوت حلوين عشان احطهم بالثلاجه. تعال روح لغايه، تعال لي تعال لي تعال لي. بيو بيو على طول على طول عمي، ما في مرمى. هذا ايش هذا؟ الفا جيجا، الفا جيجا 3 مليون. والله هلفه ايزي. انت شو وضعك انت؟ والله انت انا بشفق عليك يا بتر، خليك عايش. اسماكي يا اسماكي، بيو بيو. الشاشه كلها كل صارت. يلا يلا، لحمه لحم لحم سمك مجاني، 7000 لحمه سمك، لحم السمك ليوم السمك. بدي اعمل هزيمه للحارب اللحم هذا كلياته انا. اوكي والله يا جماعه سفاح سفاح مش طبيعي. طيب يا حلوين، اتوقع ان انجزنا باقي الحلقه، روضنا جيجا وحليناه متعفن وصدنا كمان ميجالودون ايبكس، فالوضع كثير سفاح. صار تنقل جوي وتنقل بحري وتنقل بري اللي هو بالجيجا.
طبعا بري ودمار شامل. فبني الحلقة هاي لليوم، فان شاء الله اشوفكم فيديوهات احسن من يا جماعة الخير. لايك لهذا الفيديو، كومنت حلو زي عيونكم، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات الثانية. السلام عليكم.